وك على 93 وحفل العشوية بالموسيقى والثقافة والربح مع نور ولي كرونيكور في جوك على 93 على الحياة فام. حفالي وجونا عالي. وين ما كنتوا برونشو تسمعوا فينا على فريكونس نتاعنا على اكيد على الحياة اف ام. هذه هي جوك على 93 الابتداء ان او الديبو يكون معكم من توا حتى الستة نتاع العشية كما العادة بمختلف الفقرات. ان شاء الله يا ربي هكا تحصل الافادة, تكون المعلومة مفيدة توصلكم وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا, وخاصة نكونوا خفيف ظل على قلوبكم هكا نجيكم بالمحبة, ان شاء الله نجيكم زادة بالايجابية, ان شاء الله هكا ندخلوا لكم وين ما كنتوا برونشي وتسمعوا فينا كسوا في ديالكم في الخدمة في كراهبكم, احنا هكا باش ننسوكم العشوية دائما. زادة ما تنساوش الربح باش يكون معانا موجود دائما. تحية كبيرة برشا 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 للي سبونسور نتاعنا اللي ديما 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 مدلينا باللي كادو وبالكادوات المزيانة من اهداء اكيد الفريقي جي اس ام, وايضا تحية كبيرة برشا برشا للحليوي فاغرانس اللي تهديكم زاد الكادوات ودويتكم تو سكي دي زارتيكل دو بوتي يهموا الفام والهم زيدا خاطر توا زيدا الهم يحب زيدا الاستيتيك والحاجات اللي تهم البوتي الكل. ايضا زيدا الشكر كبير لمحمد قريش المعروفه بسمونا اللي بشيوتكم دي بون داشا بقيمه 50 دينار. الوغ برشا دليل برشا كادويت كل يوم معنا احنا جو ديجيي بوغ سائقي التاكسي الكل. الوغ ان شاء الله هكا ديما تستناونا باش نكونوا معاكم بعد شويه في بلاصه في القروان هكا محمد بعد باش نقول لكم وين بالضبط, وتستناونا كيما كل يوم الخمسه ونص على موعد معاكم باش تربحوا لي كادو. تحيه كبيره زادة للاكيب اللي باش تكون حاضره معاكم لليوم. الوغ اليوم في قياده الفريق والسفينه ايمن ليغا في التيك تكنيك. خويا مرحبا بيك, مرحبا سيدي منور التكنيك. سينو شاكر في الفي ميكس والتصويره المزينه هكا اللي تشوفوا فيها على الصفحه الاوفيسيال نتاعنا على الفيسبوك. تحيه كبيره لزميلتنا انس في التنسيق, ايضا تحيه كبيره لزميلنا بلال دريدي في الاعداد. معكم نور بيجي من قدام الميكرو, وكما العاده هكا اكيب كامله معانا والاكيب حاضره واللي هذا هكا شد بلاصتو كما العاده. اعطينا شكل البلان لارج خويا, ورينا الاكيب نتاعنا خويا منورين. يا مرحبا يا مرحبا حمزه بن الشيخ, مرحبا بكم. مرحبا مرحبا نور في العاده كما قبلتي ما جيتش وحدك ومشيتي. وي ان شاء الله الحمد لله. السفينه بقائدها بربانها كلها وبجوها على التفاعل بالقرصان. انا الشكر شاكه في القرصان بالقرصان نتاعي كل شيء وجولة عالي عالي كالعاده في عشويه مزيانه. عشوية معناها اليوم أكثر من نهار الحفل نهار مزيان برشا سيف اليوم نهاية رقم تاع تبحيرة بالله. خلينا نعملوا طلع على درجات الحرارة قداش تقولوا اليوم السخانة قداه هذيك؟ 42 هذيك 42 قداه؟ 44 شكون يزيد؟ 45 في الظل تحسوا مازال علني نحكيو في الظل والله. هو الحقيقة يقال اللي هو 42 اما اللي نحسوا فيه اكثر بشويه الحقيقه. الدنيا اليوم سخونه بالكدي بالكدي, الوغ تسيسوا روحكم يا جماعه تردوا بالكم على رواحكم, نشربوا الماء برشا برشا نبعدوا على السخانه ايفينيفيتي ونخرجوا في الطقس هذا مازالت قايله خاصه توا. واكل ليكرون سولير والاس بي اف ديما على البروتكسيون سينو. مرحبا حمزه مره, مرحبا امين. يا مرحبا يا مرحبا, مساء الانوار مساء الانوار ليكيب كامله ليكيب تكنيك. كيما مسنسين في قروين بالسخانه الحقيقه ديما انا ديما نقول احنا في بث تجريبي على نهار اخر فوالا تحسوا هذه بث تجريبي على اوف. يا ربي يسترك يا ربي يسترنا ان شاء الله ربي يحفظنا. نسيسوا رواحنا نشربوا ماء بالطبيعه كميات هائله من الماء بالطبيعه باش ديما البدن يبدا هيدراتي يبدا راوي نقولوا احنا,
اكل بطيخ والدلع والخوخ والمشمش محضروا في الكونجيلاتور بداو عرفت كي يستناو هذوك ديما يزوم حاضرين اكزاكتومون انا باش نكملوا معاك انت السيري نتاعنا العنايه بالبرشه بالنسبه لليوم في اصل الزين اكيد نستناو باكثر تفاصيل بعد سينو ساعه رحبوا بك انت محمد مرحبا بك نور مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا على إذاعة الحياة فهم اللي بعدين موجتهم على 93 البارح نهار سبيسيال نور البارح خلنا نحكي للجماعة البارح محمد عطل السيركولاسيون وي عطل السيركولاسيون في شارع الجمهورية بما أنه البارح ربح مش كادو مش وزوز ربح تخوا كادو ثلاثة تليفونات من أهداء الفريق جيسي اللي نشكره بالمناسبة ذي البارح على حسن الترحاب يعني على حسن الاستضافة كنا متواجدين بحضة بوتيك الفريق جي اس ام بشارع الجمهورية ربحنا كما قلت مش كادو مش اثنين ثلاثة كادوات اليوم عدد تاكسي عدد 81 كانت ربحة معنا 183 زادة ربحت ولا 472 خيبي هذوما الأرقام الربحة والأرقام الحظ نقولينها هكا اللي كانوا معنا البارح ربحين ألو أنت كل يوم في بلاصة كل يوم نستناوك في بلاصة بالله اليوم اخترنا هكا بلايصة فيها الكيس واسع فوالا هيك علي اليوم اخترت رومبوان زيتونة رومبوان طريق سوسة رومبوان طريق سوسة فوالا باش نكونوا ان شاء الله في الموعد كيما عودنا التاكسي سي الكل ابارتير من 5:45 معناتها نكون متواجد غاديكا واكيد انا تلقاو الفلاج نتاع العلم نتاع الحياة فيه علم الحياة فيه تلقاو يرفرف غادي بحدا الرومبوان وين تلقاو علم الحياة فيه تعرفوا لي محمد والكيب الحياة راهم غادي يستناو فيك الو قانون اللعبة سهل برشا برشا بروميير ايدي بروميير سيرفي يعني الواصل الاول بيان سور هو اللي باش يكون ربح معنا وخاصة خاصة معدل الرقم الذهبي نتاعنا اللي هو 93 تكون معدل على الحياة فهمت تربح معنا اخويا كادو كاش معنا ما فيها حتى اضافة سي او سي سامبل الو خليكم دائما معدلين على موجتنا وتستناو محمد في رومبوان طريق سوسة رومبوان زيتونة تري بيان رومبوان زيتونة موعدنا من بعد سي ابراهيم وهلة الانوار يا مرحبا عايشك شكرا شكرا نور اليوم جيت انا في بقعة ستارق هو قدموا له تحية قدموا له تحية لك علاش انا حبيت قدموا له تحية مساء النور واجمل العطور لاجمل فريق واغلى مستمعين وجمهور الله يخليك ان شاء الله اليوم نفيدكم بمعطيات جديده فيما يخص الشاليك وشاليك أيوة. الشاليك وشاليك الشاليك وشاليك انا كي راك انت سي ابراهيم نفكر روحي مليقنا مع القبضه نفكر لي سيبو الحمد لله يا ربي جو البيت والحمد لله يلا سيدي نستناوك اكيد في الشاليك وشاليك هكا والحمد لله اكتمل الفريق ان شاء الله نزيدو نتلاقاو معكم في التور دو تابل سينو كيما عودناكم في اول الحصه ليكيب وحمزه بالشيخ هكا يدور على ليكيب الكل نختار لكم 3 اكسري انتم تنجموا تفوتيو على الشانسون او الغنية اللي تحبوا تسمعوها في اخر الحصة ترى يعطينا ايمن الاكسخيلول لوي ارمسترونغ What a wonderful word يعني اللي اختارها الغنية هذية ياسر هكا شاعري انا نصور والله اغزولي ولات عندي ثقة طالعة في محمد الفازات الحلوة ذي والغنية الشيعية ذي سعيد عند محمد بعد اللي البارح هدي شكون عاود لها ديديكاس اخر عاود لها اليوم ديديكاس اخر مش اختيار ولا يسيل عندي لك غنية خويا عندي فرصة وورلد عندك الفرصة نتاعك من بعد شفت كيفاش الصراحة نعاود لها ديديكاس ونقول لها نحبك برشا وربي يخليك ليوم شفت خويا خلينا نرجع للغنية غليت علينا الخبز عليك يلا نكمل شكون امين رماح امبارح في القهوه زاد اختار قال لي حط لي الغداء والله اختيار صعب غير اجمل الاغاني اللي تغنيت صيف تحسك لا لا تحكي برشا حكايات ينم على تحكي تحكي جدا تحكي ارمسترونغ معناها من الحاجات اللي ياسر عميقه تري بيان الوغ وات ا وندرفول وورلد اختيار امير رميح سينو اللي بعده اعطينا شكون اختار شكون زرارق هذوما زرارق القايله قداش عندك مخطوب
بيونس. يقول لي عندي خمس عام تقريبا رايا وهي مش مصدقة والله عملها وخطبني وجيب الخطاب يلي في الخامس دخلنا على خمس عام هي مش مصدقة عرفت ولا صحيت مساج هكا الخطيب جاء ربي هكا انظروا بالحياة شوفوا ولا ما بني احلو باشا سيرين ميلاد تجمو تسمعوا في اخر الحصة سينا عطينا اخر اكستري اللي تسويت التور دو تابل وقليت التور دو تابل في تغطية للأنشطة الجهوية اليوم نظم مركز الأعمال بالشراكة مع جمعية المبادرة بالقروين وفضاء المبادرة وريد ستارت تونيزيا يوم إعلامي حول التعريف بآليات التمويل الجديدة لفائدة باعثي المشاريع حاجة انتريسانت برشا برشا هذاك علاش اخترنا أنه نحكي عليها مع مدير مركز الأعمال سي مهدي وسليتي معنا في المباشر مرحبا بك سي مهدي سي مهدي مرحبا بك حاولوا نشوفوا سي مهدي معنا في التليفون سينو الحقيقة دائما نحاولوا انه هكا نغطيوا الأنشطة الجهوية اللي تكون ترجع بالفايدة اكيد على الاقتصاد بلادنا خاصة نحكيوا على ايفينمون اللي هم باعثي المشاريع نحكيوا على اكيد طرق تمويل جديدة اللي تفيد باعثي المشاريع يعني فما نعرفوا اللي طرق التمويل تنجم تكون عديدة وعديدة جدا تنجم تكون سوفورم يعني قروضات سوفورم يعني ديدون او تمويل يعني كسوسو من عند جمعيات وغيره الو به انه لي زونتربرونور خاصه في الجهه واللي يخدموا على جهه القيروان يعرفوا كيفاش ينجموا يلقاو طرق التمويل الجديده وخاصه اللي فما برشا انوفاسيون فما برشا حاجات جديده توا على طرق لي بلاتفورم على الاونلاين توا برسك نمشيو قاعدين في توجه تكنولوجي حديث اغلبيه يعني لي فوار اغلبيه العلاقات اغلبيه يعني لي مارشي ولا كل شيء توا اونلاين alors c'est très bien اللي نلقاو دائما الانشطه الجهويه من نوع هذايا اللي تركز برشا على دائما الخدمه والعمل من نوع هذايا نحكيو كما قلنا على انشطه اللي تنجم تدور العجله الاقتصاديه ونحكيو على اكيد على بعث مشاريع وخلق مواطن شغل بالنسبه للباعثين معنا سي مهدي في التليفون مرحبا بك سي مهدي اهلا وسهلا مرحبا الله يخليك سي مهدي مرحبا بك على موجات اذاعتنا اذاعه الحياه فم كما كنت نحكي سي مهدي اللي اليوم نظمته كمركز الاعمال بشراكه مع جمعيه المبادره بالقيروان وفضاء المبادره وريد ستارت تونيزيا يوم اعلامي حول التعريف باليات التمويل الجديده لفائده باعثي المشاريع باش نحكي معك انت باكثر تفاصيل اكيد سي مهدي هو في الحقيقة نحن البرنامج متاع اليوم هو كان منتظر معناها قاعدين نحبوا نقاو الحلول للسيد الباعثين نتاعنا نظرا لبعض الإشكاليات والصعوبات اللي يعترضوا لها خاصة في إيجاد التمويلات للمشاريع نتاعهم دونك حبينا نبعدوا على كل ما هو تمويل العادي الكلاسيك اللي هو نعرفوه معناها البنك التونسي للتضامن والبنك تمويل المؤسسات الصغرى المتوسطة وال للميكرو فينانس وكل دونك هذايا اللي هو موجود ونعرفوه الناس الكل
المهتمة في العالم توقعت تتخلق برشا آليات تمويل. حابين باش منهم شكون معناها من بعض الآليات هذية، ثم شكون اللي بادرت وعنا لهنا في بلادنا بدات تدارج وكل، حابين باش نقوموا بالتعريف بهالآليات هذية ونوريوهم للشباب نتاعنا علاش لا باش ينجموا معناها يستفادوا منهم. ريالمون سي مهدي، يعني وين لهنا الانوفاسيون؟ يعني وين ينجم يلقى لونتربرونور الآليات التمويل الجديده ريالمون؟ والله نحن توا شو توا عنا هل من ضمن الآليات هذية عنا من نحكيه على الكروفوندينج. الكروفوندينج هذية معناها على القانون نتاعها وقع الانضام نتاعه في أواخر 2020. نستناو الحقيقة في النصوص الترتيبية في الأوامر باش يقع معناها نبداو يقع تفعيل القانون هذية. الكروفوندينج هي معناها في أوروبا وفي أمريكا قاعدين يخدموا بها معناها عندهم مدة. هذه معناها تيمبلت فورم اللي صاحب المشروع ينجم على طريق البلاتفورم هذه يحط المشروع نتاعو، فهمت، يعرف به، فهمت، ويحط شنو البزوان نتاعو معناها فينونسير بالضبط قداش حاجته تمويل، ويحاول يسوق المشروع نتاعو، يحط الايجابيات الكل نتاع المشروع نتاعو غادي كينا. ثم بعض الناس معناها اللي هي يهمها الامر فك المشروع هذاك وتحب تستثمر الاموال نتاعها والكل، يهم فك التمويل المشروع هذاك. يعني ريالمون سي مهدي عندها افاق اخرى زاده بخلاف التمويل ريالمون. اكيد نحن توا هذوما الاليات الجديده توا نتاع التمويل. أول حاجة معناها ثمة التعاملات ما عادش توا معناها نستعملوا لي باتراس والكل، توا تبدا قاعد في دارك عندك فكرة نتاع مشروع مربحة والكل، تنجم اترافير هاللي بلاتفورم هذيا، وإذا كان خاصة تعرف كيفاش تسوق الفكرة نتاعك وفكرة المشروع نتاعك، دونك تنجم تصبها في البلاتفورم هذيا، وتنجم معناها تستجلب الأموال اللي حاجتك بها من طرف الناس المهتمة بالمشاريع، فهمت؟ ثم معناها دي ميكانيزم اللي هما معناها آليات جديدة في تمويل هالمشاريع هذه، خاصة المشاريع المتجددة، خاصة نحكيو على لي بروجي انوفون، فهمت، واللي عندهم مردودية تكون باهية. دونك هذوما لازم الشاب نتاعنا يعرف كيفاش يسوق المشروع نتاعو، ينجم يعمل هو معناها ان تي فيديو ولا يعمل ان بيتش نحكيو على تقديم المشروع نتاعو، يعرف فيه فكرة المشروع، يذكر فيه الايجابيات نتاع المشروع نتاعو هذاك، ويعرف يصبها في البلاتفورم. توا لو كان تحطوا معناها البلاتفورم اللي موجودين في اوروبا ولا في العالم في عامة في الكراوفاندينغ مثلا، تشوفوا معناها برشا حاجات موجودة، برشا حاجات اللي معناها الناس توليت معناها وليت استنست بهالشيء هذا، نحكيو على دي مليار تاع انفستيسمون في النوعية هذه. دونك هذا خلق أسواق جديدة نتاع تمويل المشاريع، فهمت. ثم برامج أخرى، ثم البرنامج ويدو أفريكا، هذا معناها زادة كيف عن طريق بلاتفورم ويدو بون أفريكا. دونك ينجم معناها يكون عندك شكون مقيم في الخارج في بعض البلدان الأوروبية كيما فرنسا، ألمانيا، هولندا، سويسرا، فهمت، يكون أنديسبورا تكون فيه الأنديسبورا، فهمت، ينجم دونك لهنا عن طريق البلاتفورم هذيا ويدو فون أفريكا تتمتع بتمويل ما يقيم 8000 دينار، فهمت. دونك سي سون دي سيفونسيون هذوما، فهمت، باش يعاونوك في معناها لا كرياسيون دو فوتر بروجي ولا في الاكستنسيون تاع البروجي نتاعك. واضح هذا يعني توسي مهدي آلية التمويل هذه تخص جميع المشاريع، يعني بالانواع المشاريع الكل، جميع المشاريع حتى الفلاحيه ما ناخذ نعرفوا اللي عندنا في القروين الخاصيه الفلاحيه بكثره، يعني بالنسبه للناس اللي عندهم ولا السيكتور هذي ينجموا زيد نفس الشيء عندهم فكره والا مشروع، فكره مشروع فلاحي يتجهوا لهالي بلاتفورم هذي. ريالمون نحكيوا زيد على حتى كسب الوقت زيد معناها من غير لا بابي لا حتى شيء، معناها جوست اديستانس. هو في برشا حاجات ايجابيه لما حاله، هو اول حاجه ثم معناها جانب نتاع ربح للوقت. الحاجة الثانية إذا كان نحكيه على الكروفوندينغ وخاصة نحكيه على البزنس أنجل، بزنس أنجل هو سيتان زادة كيكيف سيتان أوتر ميكانيزم دو فينونسمون اللي هو ينجم يكون أنت معناها دخل معاك شكون
ولد ميدان ولد دومين في السيكتور معناها الاكتيفيتي هذاك، وخلافه اللي كونه ينجم يعاونك ماديا يدخل معاك ماديا في المشروع يزن معناها يكون عنده هو ينجم يدبر لك مارشي في كل بروجي، عنده ان سافوار فير اللي ينجم يعمل لك ترانسفير يعطيك السافوار فير يعاونك في القضيه في البروجي باش يكون البروجي مربح، واذا كان انت ربحت في البروجي اكيد هو مش يربح وراك، دونك معناها ثم ان بارتاج دو رونتابيليتي بيناتكم الاثنين. دونك هذا شوف راهو تم برشة تغييرات صايرة توا في المجال نتاع بعض المؤسسات، رانا ما عادش يلزمنا توا يلزمنا نحيو الفكرة تاع واحد وقت اللي مش يعمل مشروع يكون منكب يخدم وحده، ما عادش هذيك، العالم هاكم تشوفوا فيه مفتوح، دونك خلينا توا نحكيو على معناها ان اسبري اوفير، يلزم الباع في المشروع ويلزم المؤسسة تكون مفتوحة على المحيط نتاعها، يلزم الأسواق تكون معناها باش واحد يدبر مارشي، يلزم يكون منفتح. Donc, il y a le partage d'informations, donc c'est obligatoire dans l'entreprise aujourd'hui. تري بيان يعطيك الصحه سي مهدي الوسليتي على هالتوضيحات هذيا، والحقيقه يسعدنا برشا اللي فما العديد من الاطراف اللي قاعده تقوم بالانشطه هذه الجهويه اللي تدعم لي زونتربرونور الممولي المشاريع، وهو اللي غيالمون بالتالي اللي قاعد يساهم في العجله الاقتصاديه وخلق مواطن شغل بيانتو معناها حاجه خارقه للعاده. مشكور جدا مره اخرى مهدي الوسليتي مدير مركز الأعمال اللي اتدخلت معنا، وإحنا دائما إن شاء الله باش نكونوا في تغطية لهالأنشطة الجهوية. مشكورين يا جماعة. ألوغ هذه الحقيقة حاجة تهمنا الكل. حمزة خم هكا تحل بروجي؟ والله جربت أنا قبل وندمت. عليه عليه الساعة بالعكس. علي راه مسكين. هو راهو شوف راهو ما نقولوش اللي المشاريع سهلة، تحب لها نفس، تحب لها صبر، تحب لها برشا حاجات، أما الحاجة كي تحبها وترزيستي فيها لاباس معناها. والله احنا إن شاء الله باش نعطيو راهو حيز دائما من الزمن ومن الوقت باش نعرفوا يعني الدولة التونسية شنو وتقدم من خدمات لفائدة باعثي المشاريع، خاطر راهو برشا ناس تجهلها. نحكيو لهنا على فوائد جبائية، على يعني مساعدات مالية، على برشا حاجات اللي بوتيتر العباد يعني تجهلها، وهذه حاجة اللي تعاون لي جون زونتربرونور وباعثي المشاريع ولا حتى أصحاب هكا أفكار المشاريع باش يتشجعوا ويقوموا بالمشاريع اللي تنجم تنهض ببلادنا. فوالا تفضل سي إبراهيم. والله هي مناسبة باهية يعطيك الصحة. برنامج هايل تعرفون، والتدخل نتاع سي مهدي صديقي من جاري تحية، تدخل رشيق جدا يعطيه الصحة. حكم تجربتي أنا وأنا كنت عندي ما يقارب 25 سنة في الميدان هذايا، نقري في جماعة جون بروموتور معناها اللي يعملوا مشاريع باعث المشاريع. التجربة اللي حصلت لي كونه باعث المشروع أول ما حاجة لوج عليها هي التمويل. التمويل حب ثم يولي فيه سوبليس مرونة باش الباث ما يقلقش وما يلقاش صعوبات باش يعمل مشروع. تلقاه مسكين عنده أمل، بوه عنده أمل، أمه عنده أمل، أهله كل عندهم أمل باش يرد ذاك ينجح في المشروع ذاك اللي اختاره، واللي اختارته معاه مجموعة من الخبراء، خاطر ما يعملوا كل تيست ما يشوفوه شنو هو الكومبيتونس بتاعه في الميدان ذاك اللي هو يختار. انت يوفر له تمويل صحيح. من غير ضغوطات طبعا، انك توفر له تمويل وتقص عليه ليزانتيري، ماك تخليه يخدم براح، مش هو انسان يخدم وهو فوق منه 100 كيلو ما ينجمش. بالضبط اذا تحب معنا خاطر توا احنا ما توناش شغل الباب هذايا نتاع التمويل، تو دخل تاع كوريا، دخل برشا بلدان قاعد معنا تساعد في تونس على كذا، لازمنا نخدموها نستغلوها. وهذه ناحيه ثانيه، هذا مستوى التمويل، المستوى الإحاطة والمتابعة. راهو البعث الجديد في حاجة إلى إحاطة شاملة ومتابعة كاملة لمدة لا تقل عن 5 سنوات. ها كيفاش احنا مثلا انا مرات نقريهم في اول مش يبدو عن المشاريع، نقريهم ما نقول لهم راهو هاول واش عندكم واجباتكم حقوق جبائية وكيفاش تتصلوا كيفاش كذا كذا، مرات ياخذك 25% من المعلومة اللي تقدمها له. صحيح. اولا اللي ذيق الوقت انا نقريهم ساعتين، قرب ساعتين في الجامعة ولا في المعاهد ولا في كذا، ساعتين كهو فقط
انت طبعا مادة شبائية قريتها 6 سنين في الجامعة ماشي يقرره له في ساعتين مش يستوعبها صح. لازم تكرر له وقت التكوين هذاك تعاود تكرره له على سنة اساس احنا دورنا يعني كعلم سي ابراهيم هكا باش نحطوا لهم في بالهم راه الدوله تعاون راهو فما اليات فما حاجات جديده فما تعاون كبير وعاون مجهود كبير بالضبط. برشا برشا اما راهو احنا كي نجيو مش نحطوا الامور نشوفوا هندرا التجارب ولا الدوله التجارب عملته الدوله قاعد ماشي في بلاصته قاعد محقق الاهداف نتاعو نلقاو لا اذا كان انت تدخل كل عام 3000 ولا 4000 بعد جديد صح شوف قداش نجح منهم من واحد اخر العام اخر التجربه هذيك هو لازم قيم فهمتني وذاك علاش هما قاعدين يعملوا خطوط تمويل جديده وكذا مع الشكر الجزيل لسي مادي و... يعطيهم مساحه على الحقيقه قاعدين والمجموعه هذيك اللي قاعده صح صح جوست عندي نقطه يخدموا على الكوميونيكاسيون يعني مع باعثين المشاريع معناتها ما يخليوش معناتها مقتصره على 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 سيب المعين دونك لازمتهم معناتها يخدموا على النقطه نتاع التواصل مع الناس اللي تخمم باش تبعث مشروع ولا ديجا بيعثه مشروع و... هو راهو الحقيقه عندك باغ اكزومبل فضاء المبادره ديما تمشي للسباس هذاك هذوما من الحاجات اللي باغ اكزومبل المواطن العادي انا نلوم على الساعات حتى على الاعلام خاطر احنا دورنا اللي نعلمه يعني كي تمشي للفضاءات هذيا اللي تتعامل معنا مع المواطن مع اصحاب يعني الافكار اللي يحبوا يبعثوا مشاريع يدعموك بالضبط من الاوراق اللي تحب يعني تتطلب باش تبعث المشروع حتى اللي توصل تبعث المشروع نتاعك يعني فما احاطه ولكن فما نستجهل المعلومه هذا دورنا احنا باش نكثروا من المواضيع هذه باش تعم الفائده على الجميع واحنا ان شاء الله نوعدوكم اللي دائما كل نشاط من نوع هذايا او كل معلومه تهم الشباب ولا تهم يعني كل ما هو يهم الشغل او الانشطه الاقتصاديه او الجهويه احنا نغطيوها ونمتوكم بالمعلومات الكافيه وهذا واجبنا يا جماعه هذا واجبنا ماهوش امزيه يعطيكم الصحه الناس الكل هذيك انت التور دو تابلو التور دو تابلو يلا احنا مازلنا متواصلين دائما على نفس الموجات مكملين معاكم تفيت بالموسيقى ورجعنا دقيقه بعد الخمسه مرحبا بالناس الكل معاد موجتها علينا هكا تواصلنا تايم افتر تايم والموسيقى الحلوه وكي نحكيوا على الجماليه والزين اكيد نحكيوا على اصل الزين اصل الزين وقيت اصل الزين اصل الزين اكيد معك انت امين رماح احنا بدينا في السيري الجديده اللي هي غير ما نحكيوا على العنايه بالبشره البارح نذكروا المستمعين اللي احنا حكينا على الفوند تان عطينا لمحه تاريخيه غير ما على الفوند تان منين جيت كيفاش نختاروا الفوند تان تاعنا سولون تيب دو بو بطبيعه حكينا البارح معناها لي ديفيرون تيب دو بو قلنا فما لابوسيش الوجه الشايح فما المزيت فما الميكس اللي هي بين الشايح وبين المزيت وفما لابو ماتور اللي هي قلنا فيها يبدو لي ريد وعطينا هكا كيلكو زاستوس البارح اليوم باش نرجعوا هكا بريفمون نقولوا بالنسبه لليتا معناها لون البشره بالنسبة نقولوا احنا فام اوتان كلير معناها مرأة عندها البشرة فاتحة بطبيعة باش نحاولوا نعطيو لي كريتير خاطر باش نحكيو كيفاش نجمو نختاروا الكولور نتاع الفوندوتان تاعنا هذا سؤال اللي يطرح نفسه والسؤال قول هاني خديت فوندوتان مثلا زرقتني واحدة بيضتني واحدة سمرتني عطينا البارح نبداو باللي تابلولا اللي هو تيب دو بو اليوم باش نحكيو على اللون كيفاش نختاروه دونك بالنسبه للمراه نقولوا احنا اللي عندها بشرتها فاتحه وشكون نتاعها لي شوفو بلون معناها سوا صفر سوا مستصفر كخفيف شويه او بيان الكولور رو معناها اللي يمشي اكثر الناس يعني الغو والبلون بريسك اي هما كلهم معناها كل وحده سايره كلاسيفيكاسيون في فامي بطبيعه لي زيو نتاعها يكونوا كلير معناها عينيها يكونوا فاتحين شويه قلنا البارتي الثانيه اللي هي الفام اوتان ميديوم اللي هي متوسطة تكون شوفو نتاعها شاتان لي زيو العينين يكونوا بين من الاخضر حتى للعسلية نقولوا احنا شوية بطبيعة الفام وتامات يكونوا معناها لي شوفو برام تاعهم ولا نوار لي زيو فونسي معناها عينين غامقين شوية دونك التان كلير اللي هي البارتي الاولى يمشي معاهم الكولور معناها طون دو فون دو تان من البيج حتى للروزي سولون الغموقية نقولوا احنا
باش تعطيها اكلا وفريشور للوجه نتاعها. دونك التام ميديوم يمشي معاه التون بيج والتامات يمشي معاهم لي تون دوري. دونك هذوما هكا ملخص اللي باش نحكيو فيه اليوم. بالنسبه باش تعطينا التكستور بارفيت معناها الملمس يكون طبيعي وميم طون يمشي يتماشى مع الوجه نتاعنا. بالنسبه للوجه اللي زيت اللي هما لي بوغراس تمشي معاهم توسكي فوندوتان في لوي توسكي مات كوفران تعمل كل كوشي بيس باش تنقص لنا اللمعان معناها كل بريونس نتاع الزيوت تعمل الكوفر لي زامبيرفيكسيون تغطي لي زامبيرفيكسيون في الوجه. بالنسبه لي بو نورمال تمشي معاهم اي فوندوتان في لوي بطبيعتها باش تعطي كل اكلا تعطي لي في بون مين كل تيكستور ليس الوجه يبدا ارطب وميم طون يبدا فيه هكا شويه لمعان. بالنسبه للبوسيش الوجه الشايح تمشي معاهم توسكي فوندوتان في لويد فيها لي زاكتيف هيدراتونت كما قلنا البارح لي فيتامين او توسكي يبدا فيها زيت وتوسكي يبدا فيها الماء. بالنسبه لي بو ماتور يمشي معاهم توسكي فوندوتان في لويد انتياج معروفين معناها اللي يبدا فيهم لي سيروم واللي نحيوا كلي ريد والكل. دونك باش نعرفوا الكولور نتاع الفوندوتان نتاعنا فما استوس مزيان هذه اللي ديما خنعرجوا عليها بلي خنعطيوها كار ساعة نسيحة قبل كل شيء بالليل حلفتكم بالليل ما عادش تعملوا تجربوا فوندوتان على يديك. ايوا صحيت راهي عملتها شانيل وهي صحيح الا انفونتي اما كنت تعملها في التكنيك تاخذها معناها في الوجه نتاع اليد وبتجرب وكذا هي اللي بعدها ما احنا ولينا نستسهلوها خاطر فما اوكسيداسيون تصير بين الوجه والفوندوتان وتتبدل الكولور. دونك فما تروا غراند فامي في لي كولور دو بو فما لو تون شو لو تون نوتر وفروا معناها القلوة احنا الغامق البارد والنوتر اللي هو بين البيني هذو ما يسميو دي سو تون معناها احنا قلنا لي تون اللي من الويل فما لو تان كلير الميديوم والمات. دونك بالنسبة لو تون شو جينيرالمون معناها نقولوا احنا الوجه نتاعهم يكون بين الاصفر معناها مش اصفر الفاتح معناها ان تون دو بو جوناتر معناها فما اللي يبدا وجهها بال فما تون دو ليف يشبه شويه تزيد زيتونة عادي هكا على الخضوريه اي يمشي شويه معناها لي حليهم لي تون تاعنا ناتوري سبحان الله هذيا حاجه ما عند ربي راه مانيش في بي ازياتيك حد وجهك مستخضرك شويه هو غير المونسيسا غير المونسيسا بالحق احنا بريسك مانيش في الطون هذا يمشي لي بي ازياتيك اكثر من جماعه الصين ماليزيا عندنا دي زيكسيبسيون لهنا اما احنا نمشيو اكثر في التون دو بوروزي مع في التون فرواتن بشوي بشوي دونك قلنا لو تون شو هو اللي تبدا البو نتاعها جوناتر تمشي اكثر الاوليف معناها تمشي اكثر للون الزيتونه هكا دونك باش نعرفوا التون بكري وانا نغزل للعروق نتاع يدي اي باللي نتاعنا بالعروق نتاع شوف ليدي. كل وحده العروق نتاعها بالنسبه للتون شو لي فين نتاعهم يكونوا فيرداتر معناها اخضر غامق شوي فوالا احنا سيدي تونس وبلاد العجائب والغرائب في الطون فروا سبحان الله وقروين بالذات طقسنا سخون وعنا لو طون دوكو اغلبيه ليفين اش تلقى لونها اي اكثر ليفين تقام بين الموف والبلو معناها شويه موف كلير واللي بلو هكا شويه غامقين نفس ليفين اغزر ليدك تلقاهم طبعا. انا عندي لي دو اي تلقاهم بين البيني انا الميكس يا منا يا منا معناها حاجه عاديه على الاخر ديما معناها الطون دو بو نتاعك تلقى بين الروزي وبين هكا معناها لو بلون والفخوا صحيح تلقى سيدي انت تسمى طون نوتر فوالا اي دونك الطون دو بو هذا يكون معناها يلم الكل عندك طون دو طون جون اوليف وروز صحيح وليفين يمشيو بين الفير والبلو صحيح دونك شنو الكولور معناه اللي نختاروه كولور فوندوتان اللي يمشي مع لي طون هذوما بالطبيعه الكولور فوندوتان لازمها تكون ايدنتيك للوجه نتاعنا معناها ديما نتفاداو ان مش ناخذوا حاجه غامقه علينا حاجه فاتحه اي سورتو مثلا انا نبدا وجهي اصفر وناخذ فوندوتان روزي تولي تزرقني انا مثلا سمراء وناخذ فوندوتان بيضاء بالطبيعه باش تولي ايفي ماسك معناها ديما ناخذوا حاجه تتماشى مع وجوهنا باش نتفاداو كل ايفي ماسك ونتفاداو فما حاجات معناها تنجم حدا تضر الوجه نهار اخر. واضح.
بالطبيعة إذا البوم تاعنا معناها تير فير لورانجي تكون بين الجونات معناها في لوطون شو ديما نمشي في كولور فوندوتان أورانجي. هذا نحن جينيرالمون زي فوندوتان ما نخدموش وحدها. صحيح. باش نعملوا الفرازو باش نعملوا روجا ليفر. ديما على فكرة الطون أورانجي يمشي مع الوجوه معناها غامقة شوية. و ميم طون راهي في افيكاسيتي في الكوفرانس صحيح انتي داركنس نقولوا احنا معناها انتي سبوت لي سبوت اللي عندهم اللي عندهم لي سيرن غامقين يمشيو زاد في كونسيلر طون دورانجي يمشي معناها الي هيبر كوفران الحقيقه. دونك اذا عندك انت بطبيعه زاد بشره تمشي للروزي اكثر نمشيو في الفوندو تاع روزي خاطر تعطي افي لا بون مين تعطي حتى كاموفلاج معناها نقولوا احنا بو بيبي معناها تعطي حاجة مزيانة تعطي في مزيان. إذا البشرة متاعنا بالطبيعة تمشي نقولوا احنا كلير معناها فاتحة على الأخر نمشيو في فوندوتان كلير ورد بالنا كي نمشيو في فوندوتان أغمق من وجوهنا. ولا هو راهو أنا ما صلح لي أمين يقولوا معناها ديما يا فوق يا كي مش تفتح فتح بدرجة كي مش تغمق غمق بدرجة. ديما نحاولوا نمشيو في اللي حشنا به خاطر ديما ديفيرونس تظهر بين الرقبة والبارتي هذايا نتاع الكو معناها البارتي من هنا ديما تبان ديفيرونس معناها إذا باش نعمل في غير اللون نتاعي شي بين من هنا وجهي دوغري ورقبتي دوغري دونك واذا بالطبيعه على التام تاعنا فرونسي نمشيو في فوندو تان فرونسي معناها لي طون دو بيج غامقين وانت طالعه حتى نوصلوا فما معناها حتى تودي بالنسبه معناها اللي عندهم البشره السمراء موجودين لي فوندو تان تاعهم في لي جراند مارك في لي موين جام معناها هذه حاجه اني فوندو تان بجهه فاتحه ولا غامقه ما عادش موجوده والحلول الكل بريسك معناها توجدت وفما كما قلنا البارح فما دي فوندوتان يتبدلوا سولون كولور دو كو معناها هذايا القلق نتاع الفوندوتان وما لقيتش كولور نتاعي وكذا ارتحنا منه باش نعطيو كونسي صغيره ماذا بينا ديما البلاصه اللي باش نمشيو ناخذوا منها الفوندوتان نتاعنا جربوا الفوندوتان على وجهنا خليوه لمده 5 دقائق لو طون اللي جربت فوندوتان اللي عملت على خاطر هذا تصير عمليه نتاع اوكسيداسيون فما دي فوندوتان معناها بار ديفو يغمق الكولور نتاعها كي تصير اوكسيداسيون مع الوجه تصير عمليه معناها كيميائيه تغمق على الوجه سبحان الله معناها حاجه ناتوريل. بالنسبه للتجربه لازمها تكون على الوجه سينو على البارتي نتاع المشوار هذا نقولوا احنا بارتي اللوتانيه اذا انا ما نحبش نهلك الفوندوتان نتاعي ولا ما نحبش نفسد الحاجه اللي خدمتها في وجهي بارتي اللوطانيه نتاع المشوار اللي هي تحت الفم وبيان زاد على الرقبه نتاعنا نجمو ناخذوا الفوندوتان خاطر معناها مش تعطينا الميم كولور بالنسبه للوجه. بالطبيعه معناها نحاولوا نتفاداو توسكي فوندوتان برونزي وتوسكي فوندوتان بيضه برشا خاطر سولون توا الطقس معناها ماشيين باش نغمقوا شويه باش نمشيو بحر باش نوليو اللي يحب يعمل ايفي برونزون معناها يخدموا كبرونزينغ معناها سواء ستيك سواء بودر سواء فوالا الوغ عندهم دي استوس على الاقل باش بور ايفيتي يعني لي كاتاستروف اللي نجمو نلقاوهم في الفون دو تان اون جينيرال. يعطيك الصحه امين رمح ديما هكا تمدنا باللي استوس ديما نذكروا اللي احنا رانا في سيري مع امين في اصل الزين بالنسبه للاسبوع هذا للعنايه بالبشره مكملين في التيم تاع الفون دو تان اون جينيرال وهذه كانت اصل الزين اليوم. أصل الزين وقيت أصل الزين يلا مكملين معكم جوكاتي سنين ثلاثة ودائما بمختلف الفقرات نذكركم اللي احنا مش نكون متواجدين معكم في رون بوان طريق سوسة مع عليكم كان تعدل الموجة 93.3 يلا تتسويت لطفي بشيق ورجعينا ثلاثة دائما بعد شوية سنونا باش نكونوا متواجدين معكم في طريق سوسة هكا تنجموا تربحوا كادو مزيان من اهداء الفريقي جسم تتسويت حمزة بشيق في هيتش عندك هيتش عندك هيتش عندك مرحبا حمزة بالشيخ عسلامتكم الناس الكل مرحبا بكم ومرحبا بطلتكم العزيزة الغالية الملحفة والحولي والشواشن والخلخال والخلال الرداء والخباية والكمام والشرينات الظلالة والبسكري
هي مش مجرد أسامي للباس تقليدي كهو، هي هوية أساسية لجزيرة الأحلام جربة ونمط حياة للمرأة الجربية. في جربة كي تشوف المرأة لابسة النوع هذا من الباس تعرف هويتها وين تسكن، ولا نزيد نمشي معاكم البعيد تعرفها وين ماشية، تعرفها فرحانة بعرس ولا حزينة وماشية الفرق، وتعرفها زادة من أهل الميت ولا ماشية تعزي. تفاصيل ما تنجم تعرفها كان متعيش في جربة. اللبسة الأساسية والرسمية لأهالي الجزيرة هو البسكري، ويقولوا تسميته ترجع لمدينة بسكرة الجزائرية، واللي التجار بداوا يجيبوا في القماش منها الجربة من عام 1920. البسكري في الأصل هو الحاف كبير تتلحف به المرأة من راسها لساقيها، وينجم يكون حرير كما ينجم يكون حايك، كل قدير وقدره يعني. لكن فما برشا تفاصيل مهمة برشا باش نعرفوا منها المرأة وين تسكن ومنين جاية. مثلا المرأة اللي في قلالة تلبس ملحفة بيضة، واللي في منطقة الماي تلبس ملحفة مخططة ومزينة بالبرتقاني، وفي منطقة مليتة تلبس الجربية ملحفة الزويزات المخططة بخطوط صفرة وجويدة، وفي ميدون المرأة تلبس ملحفة لونها أزرق. طيب باش نحكي لكم على أنواع اللبسة اللي نعرفوا بها حالة المرأة اللي تلبسه، فرحانة ولا حزينة، جاية للسوق ولا ماشية تعزي. مثلا البسكري يلبسوه النساء في العراس، نلقاو العروسة تلبس البسكري يبدأ مزين بخطوط الفضة، كما نلقاو زاد أي امرأة جربية يبدأ عندها ملحفة مخصصة للخروج كهو من دارها للسوق، كما نلقاوها تلبس زاد الرداء واللي يسميوه الحولي باش تقعد به في دارها هكاك، ولا تزور به جيرانها القراب منها. نجيو توا للنساء اللي باش يمشيو ويعزيو في دار الميت، نلقاهم زادة يلبسوا الفوطة. ايه واهل الميت زعما اش يلبسوا؟ اول ما تدخل المرأة الجربية للعزاء حاشاكم تعرف اهل الميت من لبستهم، يلبسوا البليري اللي يبدأ لونه احمر، ونجموا نقولوا عليه اللي هو لبسة الحداد عندهم. صناعة البسكري كما يقولوا عليها اهلها مش سهلة بالكل، اصعب حتى من صناعة المرقوم والزربية، تكون الحياكة متاحة بالعرض، كما تعرفوا أي حاجة رايت تنسج بالطول هي البسكري ينسجوه بالعرض، ونسميوه اللي يصنع هك الحاجة هذيك يسميوه الحوكي. البسكري يمكن يوصل طوله حتى 400 متر باش يغطي بدن المرأة كامل، ويمكن يقعد الحوكي حتى لنص شهر وهو يصنع في بسكري واحد. صناعة متعبة ومجهدة وتتطلب برشا دقة باش توصل تظهر أدق 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 التفاصيل الحلوة اللي يحبوها نسى جربة، واللي يحب الممو يسهر الليل الكل. هلا عرفنا توا الحكي والحريري شنو حكايه البسكري. بحق والله يا حمزة هزيتنا كاريمون رحلة المدينة جربة الجميلة، وهذا يفكرنا الحقيقة بسياحة زادة متاعنا الداخلية وجمالية البلاد التونسية في يعني في سياحتها في تقاليدها في لباسها في بلايسها المزيانة. أقوى فازة نور اللبسة هذية، كي ترى المرأة لبسة نوع معين من اللبسة هذه تعرفها وين ماشية، ماشية تعزي ولا ماشية للعرس ولا ماشية من عرش وين، ولا حتى خارجة بحضة جارتها لبسة معينة عندهم معناها في الشكل وفي اللون، معناها حاجة بالحق من وراء العقل والله. بالضبط هذه هويتنا وهذه تونسنا محلاها، كل مرة هكا نكتشفوا حاجة حلوة ومزينة، كل مرة هكا تهزنا البلاصة وتهزنا الحقيقة الموندو كامل مع الموسيقى والحكايات الحلوة نتاعك، وخاصة على الغشخش نتاعك المزينة. يعطيك الصحة والله كل مرة نقول يعطيك الصحة والله سبتا فاسيل انه باش نجيبوا هالكم الهائل من المعلومات على حاجات تري تري يعني هكا سبيسيفيك وحاجات تري ديتايي. يعطيك الصحه ديما هكا منورنا يا سيدي. هذا كله بفضل ربي ومجهودكم انتم اللي ديما معنا مساندين يا ديما معاك احنا كيك تهنا سيدي مرحبا فيك يا سيدي. يلا هذه كنت عندك ايش ليك واش عليك واش عليك
ستيل شو المرحلة هذه ريمايندر اللي تستنيه بعد شوية ايش ليك وايش عليك كل ما هو يهم الصحة الجبائية والقباضة نعرفوه بعد شوية سينا مش نرجعوا للصيف اكزاكتمون عام 89 لمبادة هكا وجهوا الصيف تسويت ورجعينا توصلنا معكم 42 دقيقة بعد الخمسة مازلنا متواصلين معكم دائما في جو 93.3 لقيت هذي لقيت ايش ليك وايش عليك ايش ليك وايش عليك وايش عليك اكيد دائما نحاولوا نحكيوا ايجابيات نحكيوا على العفو الجبائي ديما في العفو الجبائي ولكن مش نحكيوا على اخر اجل او اخر اجل تمديد العفو الجبائي بشكل ردوا بالنا ما نسرحوش نقولوا هاو الوقت مازال وتنسى الكره لا راهو الوقت يزرب راهو الوقت يزرب هكا ولا ابراهيم شكرا نور مرحبا بالساده المستمعين مش حكيوا اليوم عشان نذكر اليوم بالعفو الجبائي أجل انتهاء العفو الجبائي راهو العفو الجبائي ينتهي يوم 30 جوان معنا آخر الشهر الجاي القادم 2022 دونك معناها بعد شهر كامل راحة ندعو المواطنين وكافة المهتمين بالعفو الجبائي باش يتصلوا بالقبضات ما يقعدوش يستناو آخر نهار باش ما يتعطلوش وإذا كان مش نعرفوه فوته. عاد هو آخر نهار عاد يبدأ الصف من هنا الغد يبدأ ويستنوا فيك ابن ما نقولوش التوتواسة كل أما أغلب التنسيق يمشي آخر نهار هذيك راهي عادة خايبة درجة نجم يكون الريزو طايح نجم يكون الزو طافي نجم يكون برشا حاجات ما يبدو على الحكاية هذه يعني نمشي قبل المدة ونخلصوا وناخذوا معناها اجينا بكل راحه وبكل معناها اطمئنان ونصفي وضعي ونصفي وضعي نتاعنا انت تبدا مرتاح والعون اللي مش يخدمك ما يغلطش بالضبط فهمتني بعديك حقك بالضبط اليوم مش تحدثوا مدام بكري جبنا حكينا على الباعثين باعث المشاريع ثم اشكال كبير لدى باعث المشاريع هما ما يعرفوش شنية الاوراق باش يحلوا باش يحلوا باتيندا وقتاش حلال باتيندا يكون بعد ما تكمل السيفي نتاعك الدورات التكوينية اللي عملهم لك وبعد ما تخصص محل ما تكري محل ولا تخصص محل للغرض باش تتعاطى النشاط نتاعك وبعد ما تحصل على التمويل اللازم وقتها تفكر باش تمشي تحل باتيندا على خاطر ثم ناس وثم إدارات سامحني تطلب تشترط كراء محل وبعد تدرس الملف ويمكن توافق له ويمكن ما توافقلوش وتقعد العملية باش تعطيه تمكنه من الرخصة ولا كرا الشروط ولا كذا شهرين ثلاثة أربعة خمسة راهو المدة هذيك اللي هو كرا فيها المحل قاعد يخلص في الكراء مش معقول باش انت تقول له برا حلبتين ده وبعد تخليه ما تعطيش الرخصة متاعه والترخيص وما تعطيش التمويل الذاتي إلا بعد 6-7-8 شهر وقتها هو يوصل في المرحلة هذيك خاسر ما يقارب عن 10-5-6-7-8-10 ملايين هو بيع جديد ما عندوش ولي يتسلف ومن هكيك تنطلق المعاناة لكن بيع ذاك ولي ثم أحباط وما عادش نجم يواصل دونك نبعثوا له احنا موجات إيجابية نصلحوا من المنظومة متاعنا نصلحوا من القانون ايش نعمل السيد هذاك يكمل خليه حتى يكمل جميع الاجراءات وتحصل على التمويل بعد نطلبوا منه باش يحل الباتيند يحل الباتيند اليوم هاكي باش يحل الباتيند شنو هو الاوراق اللي هزم اولا فتح الباتيند نهار اللي يخمم باش يفتح فتح الباتيند يمشي الشباك الموحد اللي موجود في لدى وكالة النهوض بالاستثمارات بالصناعة والتجديد معناها لابي اللي يلقى فيها غادي ممثل عن مكتب مراقبة الأداءات باش يحلوا الباتيندا لكن قبل ما يحل الباتيندا يتحصل يمشي يحاول باش يتحصل على تصريح بالاستثمار باش ينجم يتمتع بالامتيازات الإجبائية والمالية اللي سمتها الدولة ثم كل إنسان معناها يتعاطى في نشاط صناعي أو خدماتي ينجم يتحصل على امتياز جبائي أو مال شنو الشرط يلزم يعمل تصريح بالاستثمار يتحصل على تصريح بالاستثمار قبل الحصول على باتيندا ينجم في نفس النهار يمشي يتحصل على تصريح بالاستثمار
ثم وثائق معناها مش كبيرة برشا، وثائق بسيطة جدا، برافاكتور برفورمان، نسخة بطاقة تعريف، وإذا كان معناها النشاط هذايا فيه ترخيص يهزك نسخة من الترخيص هذاك ويمشي لابي وتحصل على التسهيل الاستثمار. ثم في نفس الوقت وعلى بعد معناها يكون 3-4 أمتار، ثم ممثل متاع القباضة، ممثل متاع ورقة الدائات وزارة المالية، يمشي يحلوا الباتيندا هذيك، وقتها يستوفى جميع شروط الحصول على باتيندا وينطلق في النشاط متاعه وتحصل التمويل. ألوغ هذه كيفية الحصول على الباتيندا، إن شاء الله هكا نكونوا فدناكم بالمعلومات. يعطيك صحة أنت سي إبراهيم الحقيقة على هالتوضيحات الكل. نعاودوا نذكروا اللي راهو آخر أجل للعفو الجبائي، راهو نهار 30 جوان مرة أخرى يا جماعة، كما قال سي إبراهيم ما تمشيوش آخر نهار، ينجم يكون ريزو طايح، ينجم يكون صف ما فماش إنترنت، صف طويل، يلا خويا نمشيو قبل ونصفيو وضعتنا وضعيتنا الجبائية باش تبدا الامور على رواقة، ونكونوا هكا بكل شفافيه خويا مرقلين مع الخفاض مرقلين. يعطيك صحه سي ابراهيم شايبلي، دائما نتمتنا بكل ما هو في الصحه الجبائيه في اشليك واش عليك. اشليك واش عليك واش عليك يا سيدي. عندنا الجماعه بعد شويه نتلاقاو معاهم في طريق سوسة، متواجدين في طريق سوسة باش يربحوكم الكادوات. زعما شكون رقم الحظ او رقم التاكسي هكا صاحب الحظ اللي باش يفوز معانا لليوم، باش نكتشفوكم باش نكتشفوا هذا الكل معكم انتوما بعد البوز ميوزيكال. تفصلنا على نهاية الميسيون تاعنا لليوم، باش نكملوها معكم ان شاء الله بالربح بالفرحة بالإيجابية و من الحياة فيم ديما هكا نفرحتكم بالكادوات. أعطينا أخويا علم الحياة فيم الذي يرفرف فبرامون لما يرفرف في طريق سوسة علم الحياة. يلا سيدي شوفوا جماعة هكا اللي متواجدين أكيد معكم في كما قلنا رمبوان طريق سوسة، ما عليكم كان تعدلوا الموجة على التسعين ثلاثة باش يكون معنا سعيد الحظ أو سعيد الحظ راهو نجم يكون اللي احنا عنا راهو تبارك الله سيقي تاكسي نساء نقدموا لهم ديجا التحية، وإن شاء الله يا ربي هكا يكونوا مرة معنا من الرابحين، خاطر الحقيقة الخدمة ديجا هي صعيبة برشا برشا. تحية لكل سائقي التاكسي اللي قاعدين يسمعوا فينا. يلا عطينا اخويا ليماج محمد وستي معنا في التليفون. محمد نور مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا على اذاعه الحياه فهم. مرحبا بيك. ونحن متواجدين في رومبوان طريق سوسه، رومبوان الكره الارضيه نور. ايوا ممتازه وممتازه للغايه. انت وين تمشي تشلحها يا محمد؟ وين نمشي وراي التكسيات وامبوتياج وموفمون حاجيلو ازواء ممتازه. الله 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 يسمحونا لي كليون معناتها اللي راكبين جاتا في التكسيات وزاد انكور معناتها ايوا سينون كل شيء هون على خاطر التكسيات قاعدين نتفر. انت سكرت الرومبوان هكا توا وين نبعثوا محمد الوسليتي يعمل بعمايله خل محمد اقرا معايا في التليفون خلينا نوصفوا المشهد للجماعه اللي ماهوش قاعدين توصل لهم الصوره. احنا كما قلنا رانا متواجدين في رومبوان طريق سوسه، العلم قاعد يرفرف محليه وعرس عنا غادي اجواء نتاع عرس. هلا يلا محمد يلا نور خلينا نلقوا مع تكسيتي الربح معنا اللي هو اليوم كان معنا من الولد متواجدين في رومبوان رقم 91 91 تكسي رقم 91 خيب يا هاي سيدي والله والله محليهم الجماعه محليه هكا الاتموسفير ممتازه ممتازه للغايه بالحق. يعطيهم الصحه تكسي السيئه ديما معنا في الاستماع ديما يعني ديما عاملين جو هكا ديما عاملين حاله تكسي يعطيهم الصحه وديما نشكرهم وشويه سينا مرحبا بك خويا غالي عرفنا بروحك مكرم بوسته مكرم بوسته خويا غالي امورك صافا جو التكسي صافا وانا عاملين على ربي خانه برد ديما نخدم في البلاد هذا اللي عندك التكسي رميلي قاعد في حي فيك يبارك لك كان يصور شيء في التكسيات شفت والله العزيز بحليها احكي لي على جو التكسي
صاحبها وربح وشجعه فيه. اليوم هكا ديما تكتسية تحسهم كل كتير على الأخر هكا عائلة واحدة. احكي لي حاج عندك كم سنة تكتسية؟ والله من 2009. من 2009 يعني نحكي وتوا على 12 ونص مئة هكا برك الله. شنو حاجة تعجبك في التكتسية؟ والله اخترت تكتسية خاطر انا مقبل ديما مولا مكرم. ولا يا سيدي صوت الفصل على إذاعة حياة فريم ونحن ديما معناتها ملومين بكم حياة فريم وإذاعة يا سيدي مبروك عليك البحر معنا كادو من هديك لفريقي سيدي فريم الشارع الجمهورية. ألف ألف مبروك. نعاودوا نذكروا لتاكسي اليوم تاكسي رقم 91 اللي ربحت معنا هكا الكادو والمزيد من الفريقي جي اس ام ولا علي 93 في الـ في الـ في التاكسي. الوغ يعطيهم الصحه الحقيقه اللي تاكسي اللي دائما في التشجيع اللي ديما موجودين وين ما احنا موجودين وين الدرابو نتاع الحي التفاهم يبدا يرفرف وين نلقاوهم. ان شاء الله احنا كل يوم باش نكونوا معاكم كل يوم فما ربح وكل يوم فما لي كادو. يعطيك الصحه محمد الوسيتي اللي دائما في التغطيه ديما عامل حاله ديما عامل لنا جو في شارع القيرواني. وان شاء الله احنا ديما هكا نودوكم كان بالكادوات المزيانه هذول هكا. وصلنا معاكم الفان ميسيون تاعنا مش هذول قالت لي اكيد ما اكيد جدا وصلنا الفان ميسيون تاعنا لليميسيون فوالا ما نجموش نشوفوا. يعطيهم الصحه على الناس اللي فوتوا على وات وندرفول وورلد هنا تامين الرماح. لا نديلو ديجا تحيه كبيره برشا برشا امين رماح اللي كنتي امنه بوخيت نقدموا لك تحيه. ايمن ليغا ايضا زميلنا احمد زميلنا سهيل زميلنا شاكر زميلنا بلال دريدي زميلتنا انس زميلنا محمد اللي كنتي حمزه بالشيخ مشكور. يعطيك الصحه سي ابراهيم ان شاء الله هكذا تطلع علينا. مشكور ايضا زيدا امين رمايح نقدموا التحيه اللي ما حبنا ننسى حتى حد الحقيقه زميلنا محمد فوالا قدمنا له ديجا التحيه. وكنت معاكم نور البيجي مقدم الميكرو ان شاء الله نتلقاو معاكم دائما في الساعات السعيده والبوزيتيف هكا دائما من استديوهات الحياه فهم تصفو على الخير. توك على 93 وحفل العشوائيه بالموسيقى والثقافه والربح مع نور ولي كرونيكور في جوك على 93 على الحياة فام حفالي وجونا عالي.